قدرنا مشروب الزعزع، كوباية حليب، كوباية لبن حليب، ثمرة موز، نص ثمرة أفوكاتو، واحد نص ثمرة أفوكاتو صغيرة، واحد معلقة كبيرة من اللوز، واحد معلقة كبيرة من عين الجمل، واحد معلقة كبيرة من الكاجو، واحد معلقة كبيرة من عسل النحل. تاني هنقول طبعا ده مشروب غني جدا جدا بالأوميجا 3 والقيمة الغذائية. كوباية حليب، ثمرة موز، نص ثمرة أفوكاتو، واحد معلقة كبيرة من اللوز، واحد معلقة كبيرة من عين الجمل، واحد معلقة كبيرة من الكاجو، واحد معلقة كبيرة من عسل النحل. للزينة يعني احنا بعد ما نعمل المشروب دوت هنحط كده شرايح من الكيوي على الوش عشان فيها فيتامين سي قلنا مهم جدا، وزريب لانه انتي اوكسيدنت مضاد اكسده ممتاز، وشويه مكسرات عشان بتحتوي على الاوميجا 3. تاني للزينه كيوي والزبيب ومكسرات. شفتوا انا عملت ايه؟ احنا جبنا توليفه من كل اللي احنا اتكلمنا عليه، احنا لسه الموضوع كبير بس احنا حطينا كل الكلام دوت في الخلاط وطلعنا مشروب هايل 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 لعلاج المشاكل التي قد تواجه الرجل والمرأة، مشاكل الإنجابية والصحة البدنية. عنوان حلقة الأسبوع دوت أنا ربطتها ببعض، اسمها الصحة البدنية والصحة الإنجابية، ده مع ده. أحط الكلام ده كله في الخلاط، هشرب المشروب ده مرة في اليوم. خلي بالكم سعراته عالية مش قليلة، لكنه غني جدا 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 بالقيمة الغذائية اللي بتعالج مشاكل كتير جدا. يعني يا ريت يبقى حبايبنا في المغرب سامعيننا، وأكيد هم سمعوا عن المشروب الجميل دوت. معايا مشروب تاني هتكلم عليه برضو باستفاضة، بس قبل ما أخش في المشروب التاني برضو ساقع، احنا بكرة نعمل مشروبات ساخنة.